أعطيت التزام أنه خلال 10 أيام تظهر النتائج. ولذلك احنا لجنة تقصي للحقائق وجمع لها. خلال 10 أيام تم تشكيل لجان فرعية ذهبت لكل المحافظات اللي حصل فيها مشاكل، جمعنا أغلب الأدلة اللي موجودة قبل أن تختفي. فعلا يوم 11 احنا كملنا وأعلنا عن نتائج. لدينا تقرير من 600,000 صفحة مع أقراص للأحداث، تم تسليم كل هذا إلى مجلس القضاء الأعلى بكتاب رسمي على أن يأخذ مجلس القضاء الأعلى دورة في التحقيق في هذه المشاكل. لذلك يمكن أنا أظن أول لجنة يتم تشكيلها وتظهر بنتائج مو 10 أيام، خلال اليوم 11 احنا أعلننا. وكان هناك تقريبا نقول خلاصة لهذا التقرير من 14 صفحة تم إعلانها في الإعلام، واليوم الملفات موجودة في مجلس القضاء الأعلى ويجب أن يستمر.